بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. ليس مجرد نادي، آن أوان أن يصبح الأهلي مقصدا سياحيا حضاريا رياضيا. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 737 جاية في ظل تداخل الارتباطات المهمة جدا، وأيضا في شهادات أو في ظل شهادات عالمية كبيرة بحق النادي الأهلي تكفي أن تكون مقصد سياحي للأهلي. مؤكد. أنت فاكر لما كنت بكلمك من 10-15 سنة على المتحف؟ قلت لك المتحف ده أنا تصوري عنه تسويقه يبقى في المدارس والجامعات وعلى متن الطائرات. فاكر؟ قلت لك الأهلي يجب أن يكون في مجلة حورس على مصر الطيران. ليقصده الأهلي تجاوز أنه مش مجرد نادي، تجاوز فكرة أنه نادي. هو يمثل مجموعة من القيم، تاريخ، قيمة حضارية رياضية كبيرة. قيمة حضارية، عندما يتحدث العالم ورأيت هذا رؤية العين. هنقول أمثلة كتير. صحيح. وإحنا شفنا الناس الأهلي بيمثل إيه؟ يعني هو بيكسر الكثير من القوالب التقليدية في دنيا كرة القدم. ورأيت كيف أن الناس رأوا ما فعله الأهلي إعجازا مش إنجازا في كأس العالم الأخيرة. ده بالتأكيد، عشان كده بقول لحضراتكم الأهلي أصبح فعلا مقصدا سياحيا مهما وقيمة رياضية مضافة، هنتكلم عنها بكثير من التفاصيل والفيديوهات المهمة، لكن هذه الحلقة في ظل تداخل هذه الارتباطات الكثيرة المهمة يكفي أن يكون لها عنوان واحد، وبدأت رحلة الألف ميل الكروية. رحلة الألف ميل الكروية أفريقيا شايفها بدأت. طب إحنا خلال 24 يوم يا أستاذ إبراهيم هتلعب كم ماتش؟ هتسافر كم مرة؟ هتتحرك مش إحنا بس. ده الكرة المصرية. لكن إحنا بالذات علينا هذا العبء بقاله كم سنة؟ لأنك كمان جاي من ارتباط كبير زي كأس العالم للأندية. أنت جاي من ارتباط كبير. وكنت مكمل موسمين ورا بعض. صحيح. بالطريقة دي. فالذين اندهشونا من كثرة الإصابات والإرهاق والإنهاك يقول لك أنت لسه ابتديت، هتيجي تقول لي إجهاد. هو الإجهاد أصله تراكمي، أنت مش مجهد عشان الموسم ابتدى. هو ابتدى وكأنها مستمر. فالحقيقة يا أستاذ إبراهيم، لما هنستعرض جدول الأهلي وربما معظم الأندية المصرية المشاركة في أفريقيا في هذه المرحلة بتتعرض لهذا، ولكن مش عارفين حل الموضوع ده إزاي. طيب، مش عايزين نقف في الخي أو نقع في الخي زي كل سنة، إن احنا نيجي في فترة ما نلاقي فيه ارتباطات كتيرة، نلاقي فيه تداخل في المباريات، يغيب عننا التركيز، يغيب عننا دعم ومساندة الفريق، نبدأ نخسر نقاط وبعد كده نبدأ نتحاسب متأخر. لا، خلينا من دلوقتي نقول لحضراتكم عشان كل واحد يقوم بدوره. ما تيجي نقف عند كلمة نتحاسب دي يا أستاذ إبراهيم. أنا عايز بس الجماهير والنقاد يدركوا موقف النادي الأهلي. ما أنا هستعرض عشان القسوة المبالغ فيها مع كل باصة. هستعرض ده بعد مواعيد المباريات، ونشوف كل واحد يجلس في كرسيه علشان يساند الأهلي إزاي أو يقوم بدوره. الأهلي يا باشمهندس في خلال 24 يوم بالظبط، يعني من 22 فبراير من بكرة الأهلي مع المقصة لغاية 18 مارس الأهلي مع المريخ السوداني، دول 24 يوم بالظبط الأهلي هيلعب فيهم سبع مباريات مهمين في 24 يوم، يعني تقريبا كل 3 أيام وساعتين 3 مباراة، مش هتلحق يا دوب تريح وتلعب على طول. يوم بكرة الـ 22 فبراير الأهلي مع مصر المقاصة، بعدها بثلاث أيام الأهلي مع سان داونز 26 فبراير، فاركو مع الأهلي 1 مارس، يعني 26 فبراير 27 28 1 مارس، الثالث يوم على طول 1 مارس مع فاركو، 5 مارس مع المريخ السوداني، الأهلي مع بيراميدز 8 مارس، سان داونز مع الأهلي 12 مارس، المريخ مع الأهلي 18 مارس، يعني سان داونز 12 مارس في بريتوريا، ترجع 13 تلعب يوم مع المريخ يوم 18. أنا بكلمك وممكن تبقى 11 مش 12 كمان. أصل سان داونز يعني سفرية مش تقليدية. يعني احنا بنتكلم على تغيير الأجواء، تغيير المناخ، السفر، الترحال،
توضيب الشنط، ركوب الطائرة، المسحات، النزول من الطائرة، هذا كله حمل بدني وذهني وتغيير في الأجواء وتغيير في الهدف من مسابقات محلية لمسابقات قدر كده. بس واحنا بنقيم بقى نكون واخدين بالنا من هذه الظروف، احنا هذه مش حجة، الأهلي دايما يبدو انقصار جهده. طيب كويس قوي، عشان تكون المسائل واضحة جدا في المسؤوليات والمحاسبة اللي انت قلت عليها من شوية، ما المطلوب من الجهاز الفني باعتباره رأس الحكم الكروي أو الفني؟ إيه المطلوب من الجهاز الفني في التعامل مع حاجتين مهمين جدا؟ الأحمال تتناسب مع هذا الأمر. نمرة اتنين التدوير بحيث انك انت ما يبقاش عندك اساسي واحتياطي، يبقى باستمرار في بدلاء، وده اللي شفناه، ده اللي انقذنا واحنا في كاس العالم للانديه. ان ناس كانت متصوره ان البدلاء بعيدين عن الاساسيين، وكمان خاصه ان جاء الحقيقه مباراه كاس الرابطه عشان يقدم لك مجموعه من الناشئين فيها جزء من الحل. عجبني السياسه اللي بتحصل دلوقتي وحنا تعرض لها طبعا، بتاعه الاعارات وبتاعه الانتدابات وبتاعه التصعيد وبتاعه فيها نوع من ده المطلوب من الجمهور، لكن من الجهاز الفني. لكن انا عايز اطلب حاجه ثانيه من الجمهور، مش واخدين بالهم منها يا جماعه. مش النقد بس هو المؤذي، الاشاده المبالغ فيها مؤذيه جدا. يعني انت مش على طول اول اللعيب ما يدينا اماره جيده ومباشر نبتدي نطلق عليه الالقاب ونحطه في مكانه يستحيل معاها اما تيجي تنقضي يتقبلها. انت عمالين اللعيبه الصاعده الواعده وحتى النجوم، يعني ماذا فعلناه مع محمد شريف مثلا؟ محمد شريف كان بيلعب بدون ضغوط وباريحيه وكان بيلعب بسلاسه وفكر، وانا شبهته بمحمد رمضان وسرعه ازاره، كان في الميزتين الهدوء امام المرمى وصفاء الذهن والقرار. الشريف المخيف، شريف المخيف، اصبحنا ضاغطين عليه ان كل ماتش لازم يجيب اجوان، كل ماتش لازم يجيب، ده مش طبيعي. خلوا الامور طبيعيه، فلما بنعلي قوي النجم لما بيلاقيش الارض الواقع بتترجم التوقعات ويبتدي الجمهور بعد شويه ينتقد بيبقى صعب عليه. فعلنا هذا مع الشحات، فعلنا هذا مع 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 ازارو، فعلنا مع ناس كتير، حتى الله يمسيه بالخير مؤمن زكريا، كل النجوم بتوعنا تعرضوا للتوقعات المبالغ فيها. فلما ياتي لحظه النقد برضه فيها قسوه بنفس درجة الانفعال. الجمهور من حقه ينفعل، بس مش ضروري يكتب انفعالاته. يعني انفعل وقول اللي انت عايزه في قعدتك الخاصة، لكن على الورق، لأنك لما بتشيء جامد جدا النهارده، أنا أشفق على أحمد عبد القادر، حجم التوقعات المحطوطة على اللاعب ده أصبحت جبارة. وأصبح إيه كمان؟ التداول الإعلامي بقى، هو هيقعد في مصر ولا هيسافر؟ يا جماعة استنوا، خلوا الراجل يستوي وينضج ويقدم اللي عليه ويدي أمارة استمرارية، مش على طول كده. وبعدين لما يصيبوا وسوف يصيبوا، هذه امور كرويه، عدم التوفيق احيانا ما هنبتدي ننقد، احنا اللي بنحط الناس في هذه الارجوحه. ارجوحه طبعا، ارجوحه الاشاده والنقد. فتيك تيك 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 تيك، فاللعيب بيدوخ، بيجي له دوار، ما بيتحملش. مركبين مرجحه التوقعات ومرجحة الإشادة المبالغ فيها مبالغ فيها، والنقد المبالغ فيه مبالغ فيه. مش معنى أنه هو غاب عنه التوفيق في ماتش اتنين أنه بقى واحد تاني، ما هو ده اللي انتوا أشادتوا بيه. وبعدين عايزين اللعيب يديني اللعبة اللي يحفلوا بيها، ويديني الأداء المطمئن، ويديني الأهداف، طلبات كتير. الكرة بقت صعبة، مش صعبة في ممارستها أو صعبة في فلسفتها، صعبة في المتلقي، كيف نجهزه؟ والإعلام بيساهم في هذا، لأن طبعا الإعلام طبعا بيتعامل مع الأمور كما يراها الجمهور. يعني هو يعني قليلا ما نجنح إلى الهدوء والوسطية في نقدنا، أيضا بنتمادى في المدح ونتمادى في الهجوم. شفنا ده حتى مع الاجهزه الفنيه، موسيماني مثلا، فايلر، افتكر فايلر ده في الدور الاولاني كان بيتقال عليه ايه؟ وبيتقال عليه في الدور الثاني ايه؟ البشر مش تروس، مش قطع غيار، البشر عواطف وانفعالات، ويوم حلو ويوم
مرهق ويوم صافي ويوم موفق ويوم مش موفق. عايزين نتعامل مع الامور بمسطره هاديه شويه، نفرح احنا زي ما نفرح، خلي التحفيل والكلام الكبير ده في قعداتنا الخاصه، لكن لو نقلناه ووصلناه الى المسؤولين والاجهزه واللاعبين هيجي لهم هذا الدوار اللي بقول لك عليه. طيب علشان ما يحدثش هذا الدوار في المرجحه او من المرجحه ديت، اذا المطلوب من الجهاز الفني مراعاة الأحمال البدنية، ودي خبراتهم وهم وعلمهم هم أدرى بيه، ثم سياسة التدوير بحنكة وحكمة علشان يتم توزيع المجهود المطلوب في خلال الفترة الصعبة قوي ديت على أكبر عدد من اللعيبة بما يريح الجميع للفترات الجاية كمان الأصعب. المطلوب من الجماهير زي ما المهندس عدلي لخصها قليل من الحكمة والهدوء في التعامل مع اللعيبة والنجوم، سواء بالنقد الجارح أو لما لا يتحقق المردود المأمول من اللاعب، لازم نراعي طبيعة المرحلة وظروفها والضغوط والأحمال البدنية الشديدة اللي عليهم. طب اللعيبة إيه المطلوب منهم؟ لا اللعيبة ده هم بقى أولا لازم تبقى مدرك إنك أنت تتحمل، زي ما رفعوك على العناق ممكن ينقدوك. فما تاخدهاش في كرامتك أو ما تاخدهاش إن ده ترمومتر التقييم. أيوة. خليك انت اللي بتقيم نفسك. أيوة. صادق مع نفسك. انت اللي عارف انت بتنام كويس، انت بتاكل صح، انت بتتمرن صح، انت ملتزم في الاداء، انت ما تديش ودنك انك لما تبقى نجم لازم تبقى لوحدك، تبقى الفرديه تزيد عندك في الملعب، ودي ابتدت تبان شويه. يعني في كور كده تيجي الماتش لو بصاها احسن كان بيبصيها قبل ما بيتقال علينا الكلام الكبير قوي. بعد ما بيتقال عليه كلام كبير عايز يؤكد هذا. انسى الكلام ده كله، ودي عايزه شجاعه وعايزه شخصيه وعايزه قوه، انا ما بقولش ان فاللعيب عايز بس هذا الكلام، ياكل كويس وينام كويس ويتدرب كويس ويلتزم جماعيا. هيلاقي نفسه دايما ناجح، دايما زمايله بتساعده. ما احنا لو عملنا كلنا كده التروس مش هتيجي تزرجن مع بعضها، هتنسجم، هتبقى في سلاسه وانسيابيه. صحيح. ويبقى دور الجهاز الفني مش مضيع وقته في تصحيح اخطاء، يعني كلمه تصحيح الاخطاء دي مضيعه للوقت، وخصوصا لما تبقى اخطاء ليها علاقه بالسلوك وليها علاقه بالشخصيه. اما اضطر اكلم لاعب خلي بالك خلي بالك خلي بالك، ده تضييع وقت. انا عايز كل وقت يكون في التكتيك والتكنيك، بعض الشيء تشوط ازاي، الالعاب الجماعيه، الالعاب الثابته، الكرانر، الفاولات، الكلام ده دفاعا وهجوما. يبقى انا كده مركز في العمل الفني يا استاذ ابراهيم والعمل النفسي، مش مركز في تصحيح المفاهيم. اللاعب يساعدني انه يجي لي بالمفهوم الناضج. ايوه. ودي تبدا من الناشئين. خلي بالك انا مبسوط جدا الفتره اللي فاتت لانها شاورت على عمل ناجح جوه قطاع الناشئين. نتمنى ان يكتمل، عندي بعض الملاحظات وبوصلها، لكن الى حد كبير احنا ماشيين دلوقتي حتى في سياسه الاعارات. النهارده خبر ان في 3 لعيبه هيطلعوا اعارات في التشيك، هنجي لهم دلوقتي يبقى نتكلم في ساعتها. لكن ده معناه ايه؟ ان احنا ماشيين صح. اللي زعلانين يا جماعه من سياسه الاعارات، الاعارات دي انجح ما يمكن ان يحدث لعدم التفريط في كفاءات الناشئين. صحيح. طيب بكره الساعه 8 ان شاء الله مساء الاهلي مع مصر المقص، مستر بيتسو موسيماني اختار قائمة المباراة، فيها بعض الأخبار السارة لأنها ضمت محمد الشناوي، ما شاء الله رجع الشناوي ودخل قائمة المباراة، وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن، محمد شريف وحسين الشحات وآلو ديانج وعمرو السلية ومحمد مجدي قفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكسوني، محمد هاني واحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد اشرف. 3 من قطاع الناشئين موجودين في المجموعه. بالظبط. الفريق كان استأنف تدريباته النهارده بعد الراحه اللي خدها، لانه اول ما رجع الفريق من رحله السودان اخذ راحه لمده 48 ساعه واتمرن النهارده ودخل المعسكر للمباراه. الغيابات، انا بس عايز اعلق على وجود زياد وشريف وفخري. ايوه. زياد مؤكد ان عنده موهبه. ايوه. محتاجه بقى انها تثقل بحاجتين، الجماعيه والقوه. والنضج طبعا. ايوه. الباك ليفت
لا مؤشرات انه يبقى انسان عنده مستقبل يعني. فخري انت القديم الجديد المستجد. انت بقالك مده وصلت انك تلعب مع الفريق الاول في غزل المحله قبل ما نجيبها في قطاع الناشئين. انت عندك امكانيات عاليه جدا، عندك رؤيه، عندك تسلم واستلام، عندك سلاسه في لعبك، عندك قدره على التهديف. ايه اللي مش عندك؟ انك تبقى مفلفل شويه. انك تديني الحاجه اللي الناس تشوف ان فخري بيستفيد بالامكانيات دي من خلال الجهد المضاعف والحده اللي بيقول عليها الدكتور طه. محتاج انه يبقى في الملعب اشرس، عنده مش شراسه يعني في الالتحامات وكده، لكن عنده القوه اللي تخليه ملحوظ ان الراجل ده بيفرض نفسه. انما الشغل بتاع انك انت تبقى وتيرتك على الهادي، هتفضل لعيب كويس بس مش هتبقى لعيب يحدث الفارق. طيب اذا كان موسيماني اختار هذه القائمه للمباراه، الغيابات بيغيب عن الاهلي صلاح محسن ومحمود متولي وعمار حمدي واكرم توفيق وبرسيتاو وايمن اشرف للاصابه، ومحمد عبد المنعم وعلي معلول للاجهاد البدني. عبد المنعم الجهاز فضل ان هو يديله راحه علشان الحمل الكتير اللي خده الفتره اللي فاتت، سواء مع المنتخب او مع الاهلي في كاس العالم للانديه او المشاركه بتاعته في مباراه الهلال، ففضل يديله راحه. علي معلول اشتكى من اجهاد في السمانه ففضل الجهاز انه ياخد راحه ايضا. ايمن اشرف كان عنده بعض الالام او بعض الاجهاد في الركبه، فضل ان يديله راحه ويواصل برنامجه. وده التدوير اللي بقول لك عليه يا استاذ ابراهيم، بالاضافه بقى لاحمد نبيل كوكا والمغربي ومحمد المغربي وبدر بنون. لبدر بنون طبعا ونبيل كوكا الاثنين بيعانوا من تبعات كورونا. رجع الشناوي زي ما قلت لحضراتكم، لكن خلاص ما هو مغربي مش طالع تشيكوسلوفاكيا. انما الخبر المهم اللي اشار له المهندس عدلي من شويه فيما يتعلق بالاعارات، امير توفيق بيعلن عن الموافقه على اعاره ثنائي فريق الشباب محمد مغربي ومحمد ياسر لفريق تبليتسيا التشيكي لمده موسمين ونص، مع احقيه الاهلي في استعاده الثنائي او احدهما في اي وقت خلال مده الاعاره اللي بتبدا في موسم او تنتهي في 2023 24. اوضح امير توفيق ان اعاره الثنائي جت وفقا لاستراتيجيه الاهلي بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وموافقه لجنه التخطيط وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين لمنح الفرصه لعدد اكبر من شباب الاهلي للاحتراف في الدوريات الاوروبيه وصقل موهبتهم. وقال ان الاعاره بالنسبه للمغربي وياسر استمرار لرؤيه وخطه النادي في تاهيل لاعبيه الشباب. ده خبر كويس. لان كويس ليه بقى؟ الناس هتقول لك هو مغربي احنا ما صدقنا انه اتصعد. ايوه. بس هو هيبقى ترتيبه كام في الليله دي؟ ايوه. طب ما يروح يلعب في دوري في اوروبا. ايوه. مع الاحقيه الاهلي، دي الجمله المهمه بقى في الموضوع كله. احقيه الاهلي في استرداد احدهما كلاهما عند الحاجه. ايوه. مش مربوطه باي شيء. ايوه. ومؤكد الاهلي ضحى ماليا في هذا الامر. ايوه. مش عايزين فلوس دلوقتي، مش هي دي الهدف. الهدف ان الناس دي تروح تاخد التجربه في اجواء احترافيه اكتر. عبد القادر كمان كان استفاد. ما عبد القادر راح وجه. بس عبد القادر دي كانت خطوه منه. ايوه. انما دي خطوه دلوقتي ضمن سياسه. وعندك معارين هناك. ما في ثلاثه قبليه. كل رجائي بس ان احنا نوسع دايره الدول الاوروبيه. يعني انت دلوقتي تشيكوسلوفاكيا دوله كرويه محترمه. ودوري كويس. ومدرسه كرويه كويسه. عايزين نخش بقى ايه في حته تانية كمان نفتح فيها سكه. عشان نبتدي ننوع المدارس ونبتدي ننوع بالاضافه للتشيك السكوب بتاع العرض. بانوراما العرض بتاعتنا. التشيك ودول اخرى. طيب يمكن في الحديث عن التدوير بقى، الاهرام بيقول موسيماني يلجا للتدوير بين اللاعبين لمواجهه الارهاق، وده طبيعي. والجمهوريه قالت موسيماني يستقر على التدوير كسلاح للاهلي. والمصري اليوم قالت الاهلي يوقع عقد موسيماني في مارس المقبل، والمدير الفني يحدد بديل ديانج في حال رحيله، ومفيش كلام عن كده طبعا دلوقتي. واليوم السابع ممكن نقف هنا برضه لحظه يا استاذ ابراهيم. اي حديث تسمعوه عروض
اعارات مش عارف ايه اتفاقات ما تاخدوش غير من الاهلي يا جماعه. كمان من اخبار الـ 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 النادي اجتماع مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، وهنا خلينا نشاطر الصديق العزيز الاستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي الاحزان في وفاه المغفور له والده تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، وللاستاذ محمد واسرته خالص التعازي. الحقيقه محمد يوسف يمكن تذكر واحنا في ابو ظبي قطع الرحله، قطع الرحله ورجع، ورجع كان بدا والده يعاني من كورونا، رجع وفضل جنبه الى ان توفاه الله. للفقيد الرحمه وللاسره خالص التعازي. تعازي كل الرحمه وكل التعازي لمحمد يوسف في وفاه والده. الاجتماع في اجتماع شركه الاهلي للانتاج الاعلامي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، بعد الاجتماع اللي تم امبارح تقرر ما يلي: اعتماد محضر مجلس اداره النادي بشان تشكيل هيكل شركه الاهلي للانتاج الاعلامي بتكوينه الجديد، مناقشه الملف الضريبي للشركه مع عرض التسويه الكامله التي تمت مع مصلحه الضرائب، تفويض الاستاذ العمري فاروق العضو المنتدب للشركه والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الشركه باستكمال هيكل راس مال الشركه وعرضه على مجلس الاداره، مناقشه العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركه، وكذلك اعداد خطه شامله لتعظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي في اجتماعه الاسبوع المقبل. حضر الاجتماع اللي عقد برئاسه الكابتن محمود الخطيب عصر الاحد كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي العضو المنتدب للشركه، اعضاء مجلس الاداره المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، الاستاذ محمد الضماطي ومي عاطف عضوي مجلس الاداره، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركه، ومحمد ابو عظيم امين سر الشركه. جميل جدا. اتوقف عند مي عاطف في تجهيز الكوادر والاستفاده منها. مي عاطف عنصر لها خبره جيده وبالعلم وبالممارسه في الشان التسويقي والاستثمارات، فالدفع بيها في معترك زي ده وتحدي زي ده، ده تحدي كبير. مطلوب منها ان تحدث فارق من خلال المبادرات والافكار والاتصالات. ده كان كلام مهم جدا، حاولنا نطمن حضراتكم على ابعاد الصوره الكرويه والرياضيه في الاهلي عامه. هنطلع لفاصل، لكن بعد الفاصل كيف كان الاهلي في القلب والصوره والعين؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طالما الاهلي كان حريصا على هذه الصوره النقيه في التمثيل الخارجي بالذات، واللي بيظهر من خلالها الاهلي سفير مصر الرياضي المشرف جدا اللي بتتحدث عنه كل الاوساط العالميه بمزيد من التقدير والاحترام والثناء والاشاده. كان واحد من هؤلاء رئيس دوله كره القدم في العالم جياني انفانتينو، لما تحدث وبعد تحدث كثيرا عن الاهلي الحقيقه، لكن كمان لما بعت برقية تهنئة وتحية للنادي الأهلي على ظهوره المشرف في كأس العالم للأندية وتحمله الظروف اللي حدثت نتيجة هذا التداخل بين كأس الأمم وكأس العالم للأندية. رد الكابتن محمود الخطيب برسالة بيشكر فيها جياني إنفانتينو على ما أرسله من النادي للنادي الأهلي. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة إلى جياني إنفانتينو لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وجه رئيس الأهلي الشكر للقائمين على الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة العالم التي أشرفت على التنظيم الذي جرى بطريقة احترافية، وتمنى رئيس الأهلي التوفيق للفيفا والقائمين عليه لخدمة لعبة كرة القدم. كلام مهم جدا. في هذا المحفل أنت موجود. أيوه. وموجود بشكل محترم ومقيم ومقدر. أيوه. وبتتكلم وبيتكلموا عنك. ايوه. حتى فكره ان يدعى انفانتينو ايوه لزياره النادي الاهلي فكره هايله. ايوه. تعال بقى بص النادي ده على أيوه. ارض الواقع امكانياته عامل ازاي. ايوه. لابد ان تقترب افريقيا اكتر من عقليه وذهنيه القائمين على الاتحاد الدولي حتى يمكن ان تاخذ مكانتها الحقيقيه، لان ما زال التصور عن افريقيا انها دول ناميه مصدره للمواد. لا، ده انا الاوان ان تكون هي الدول تصدر الفائض عنها زي البرازيل وزي الحته دي. النهارده لعيبه الافارقه في اوروبا لا يقلوا عن اللعيبه اللاتينيين واللعيبه الاوروبيين. بالعكس، عاملين بصمه خطيره جدا يعني. صحيح.
فأنا الأوان من خلال النادي الأهلي وكبار أفريقيا والاتحاد الأفريقي أنه مع الاتحاد الدولي يكون لنا مكانة، كلنا أكبر. ولذلك أنا بقول لك أنا الأوان الأهلي ما بقاش مجرد نادي، أصبح عند الناس حاجة إيه الأهلي ده؟ بيتكلموا فكرة في حالة خاصة يتحدثون عنه بهذا المفهوم يعني. وعايزين نشتغل على ده احنا كنادي اهلي بقى. تمام. طيب لما يجي بقى الثناء والتحيه على لسان نجم عالمي الماني كبير في قيمه توماس مولر، يتحدث توماس مولر عن النادي الاهلي وقيمته في مصر، نشوف. الاهلي das ist auch eine Mannschaft die in Ägypten und in arabischen Welt die Rekordmeister oder Genau. Das ist genau wie Bayern München. Ja, genau wie Bayern München. Wir haben auch unser Lichtgestalt. Das ist eigentlich Bibo. Mahmoud Khatib ist auch einer, der wirklich wahnsinnig Charisma hat und hat auch viel erreicht und so weiter. Sie haben ja gegen Al Ahly in der Clubmeisterschaft gespielt. Genau, also was war Ihr Eindruck? Welcher Spieler hat dann bei Ihnen einen Eindruck hinterlassen? Wie fanden Sie den Sieg gegen Al Ahly? Ja, wir haben ja gegen Al Ahly eben gespielt bei der Club-WM. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich denke schon, dass wir dominant waren und auch verdient gewonnen haben. Aber man hat immer wieder zwischendrin schon die technische Qualität der Spieler auch gesehen. Immer mal wieder kleine Dribblings. Jetzt meine letzte Frage. Also wenn Sie jetzt dann Ägypten besuchen würden, was möchten Sie gerne als erstes sehen in Ägypten? Ja, grundsätzlich würde ich natürlich die klassische ägyptische Geschichte, Kultur kennenlernen, aber natürlich auch die Hauptstadt. Ich würde natürlich auch vielleicht gerne mal das Stadion vom FC Bayern aus Ägypten, von Al Ahly, auch mal sehen wollen und mal schauen, wie der Fußball in Ägypten geht. طب قيمة هذا الكلام إيه اللي هنعلق عليه؟ جاي من توماس مولر. توماس مولر امتداد لمهاجمين عظام في تاريخ ألمانيا، هو آخر العظماء. هانز مولر القديم هداف العبقري، رومينيجا. أنا مش عايز إن أنا أتوقف عند يعني حصر، ولكن مولر هو آخر هذا العنقود من المهاجمين العباقرة في تاريخ ألمانيا وبايرن ميونخ. عندما يتحدث بهذه المعرفة وهذا الاحترام والأسئلة التي تسأل إليه، تشير إلى النادي الأهلي والكابتن الخطيب وما فعله في كأس العالم، ثم يقول هو، وده الذي يعني أوحى إلي بهذه الفكرة، إن أنا عايز أزور مصر وأشوفها وأشوف معالمها وأشوف حضاراتها وأزور النادي الأهلي اللي هو بايرن ميونخ أفريقيا، وأشوف إيه ده سر هذا النادي وكيف يتم تشجيعه بهذا الاتساع. النادي الأهلي يا جماعة على مستوى العالم يتمتع بنسبة من أكبر نسب التشجيع لنادي في العالم، رغم إنه ما زال في محيطه. وأستاذ إبراهيم لو كان عندنا الوقت كنا عملنا زي زمان، لعبنا مع الأندية الكبيرة. صحيح. وفي كل مرة النادي الأهلي يعمل نتائج مبهرة. أيوه. البايرن والروما مرتين، وأياكس وأتليتيكو مدريد وبنفيكا و أنت لو كنت عندك الوقت كنت قدرت تعمل هذا الكلام وتحط نفسك في دائرة الضوء الحقيقية في الكرة العالمية. انت بتستنى لما يجي لك حدث دولي من خلال بطوله العالم للانديه عشان يتحدث عنك العالم، او من خلال بطوله افريقيا، ولكن ايضا كان يمكن من خلال دورات وديه ودوليه واحتكاكات كبرى انك انت تكون بين هؤلاء تماما يعني. طيب الاهلي في كاس العالم للانديه كان في الصوره او في قلب الصوره كمان من الإشادة والتقدير لكل الأوساط العالمية اللي شاركت في البطولة، وكان في القلب من جماهيره اللي سندت الأهلي بحب شديد جدا، وأعتقد الهبة الأهلوية المصرية اللي كانت على أبو ظبي من كل الإمارات المجاورة ومن معظم الدول العربية، بل في ناس كانت جاية من فرنسا ومن بعض الدول الأوروبية عشان تحضر البطولة. لكن كمان الأهلي كان مش بس في القلب، كان في العين. مدينة العين الإماراتية اهتمت من خلال نادي جمهورية مصر العربية بالعين، وده نادي من ضمن الأندية اللي بيرعى الجاليات المصرية وخاص بالجالية المصرية اللي موجودة في كل مدينة. ففي النادي المصري في دبي، في النادي المصري في العين. هذا النادي اللي بيرأسه
او الرئيس الشرفي الفاخر له سمو الشيخ الدكتور سعيد طحنون، والنائب الرئيس الشرفي له الاستاذ محمد سعيد الداشر، مجلس اداره النادي برئاسه الاستاذ محمد جاهين، وعضويه الدكتور يحيى محمود. الحقيقه استاذ التاريخ، واحد من اساتذه التاريخ الكبار، كان عنده ظروف مرضيه وبيعالج في البيت، واهتم جدا ان احنا نروح نزوره، وطلب ان المهندس عدلي يروح يزوره في البيت، فحرصنا ان احنا نروح نسلم على الدكتور يحيى محمود كواحد من اساتذه التاريخ المشرفين لمصر في الجامعات الاماراتيه، واللي الحقيقه بحكم تخصصه مهتم جدا بتوثيق دور الاهلي التاريخي والدور الوطني اللي الاهلي ساهم به في خدمه الحركه الوطنيه المصريه. ايضا الدكتوره منى حسنين نائب رئيس النادي، والاستاذ ايمن النجار عضو المجلس، والاستاذ حسام الشرقاوي دينامو النادي المصري في العين، والحقيقه اللي عامل حراك كبير جدا ونشاط كبير في النادي، والاستاذ عبد الناصر كحلي والاستاذ محمد فوزي. لكن اعتقد التجاوب اللي كان حدث حتى من قبل المستشار الدكتور علي الانصاري، الشخصيه الاماراتيه اللي عرضت ان هي تشارك او تدعم وجود اكاديميه للاهلي في العين. انا فوجئت بهذا. ده الراجل الاماراتي اللي جنب الدكتوره منى. انا فوجئت ان الطلب الدكتور علي الانصاري جاء مش بس من المصريين، جاء منه شخصيا، وعكس حديثه معنا يعني حب وعمق العلاقة بينه وبين الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام، ولكن الأهلي بشكل خاص. أيوة. وطلب هذا تحديدا، اعملوا عندنا أكاديمية. وشوفوا الإمكانيات اللي هنقدمها شكلها إيه. صحيح. طيب، كانت ندوة في أيضا حضر جانب منها الأستاذ طارق أنديل، لأنه كان موجود كعضو مجلس إدارة مكلف بملف تسويق عضويات النادي الأهلي، كان موجود في النادي المصري في العين مع الأستاذ محمد رمضان نائب مدير إدارة الاشتراكات، والأستاذة ديميان ديمتري كانت موجودة ممثلة لإدارة التسويق في النادي. وجود أهلاوي كبير الحقيقة كان في العين. الحقيقة الأستاذ طارق ومجموعته اتحركوا حركة تسويقية. هي مش رجعت بكم عضوية، انت سبت وراك فكرة ستنمو في كل نادي من النوادي اللي راحوها، في كل يعني إمارة من الإمارات اللي بتكون دولة الإمارات كلها مع بعضها. عملوا جهد كبير جدا، وأحيانا الطريق يا جماعة كان بيزيد عن 200 و250 و300 كيلو. صحيح. فكل يوم في حتة بيقولوا النادي الأهلي جاي للمصريين وغير المصريين. صحيح. اللي عايزين يعملوا عضويات وخلال الشهرين دول يلحقوا يعملوا كده. وكانت كل السؤال هو انتوا بس خلال فترة تواجدكم الكام ساعة معانا، ولا هتسيبوا ايه يخلينا نتواصل مع النادي؟ وهي دي كانت الجدوى الحقيقية، ان الناس عرفت ازاي خلال الشهرين الجايين وما بعد الشهرين دول يعملوا عضوياتهم ويرتبطوا بالنادي الأهلي. ولكن فكرة التسويق انك تتحرك نحو الاسواق ما تنتظرهاش تجيلك، دي فكرة جيدة جدا. طيب، ملك وكتابة لبى دعوة مجلس إدارة النادي المصري في العين في لقاء مفتوح مع عدد محدود ايضا من الإخوة المصريين اعضاء الجالية المصرية. نشوف بداية هذا اللقاء.
الحقيقه لم يقتصر الامر على كده، وكان عامل لنا مفاجاه ان احنا لقينا استوديو وكاميرات وطلبوا مننا ان احنا نتحدث عن النادي الاهلي، وكان يعني فرصه ان احنا نبدا الحديث بشكل يعني يديلهم او يشبع النهم والشغف اللي عندهم. طب نشوف بدايه هذا اللقاء. بدايه طبعا خلوني باسم الباشمهندس عادل وبالاصاله عن نفسي اشكركم كل الشكر على الحفاوه والتقدير ان احنا نكون معاكم النهارده. كل الشكر لمجلس اداره النادي والاعضاء النادي والاشقاء الغوالي الكبار الاشقاء الاماراتيين على احتضانهم فكره النادي الاهلي النادي المصري. لانه الحقيقه فكره ان يبقى فيه نادي بيجمع كل المصريين اللي موجودين ويحقق هذه المشاعر او يعمل هذا الخلط ما بين ابناء الدوله وما بين المصريين اللي موجودين في العين او في القلب بالطبيعه من الشعب الاماراتي، دي فكره طيبه جدا. انا جيت هنا النادي اكتر من مره قبل كده، وكل مره الحقيقه بزداد ارتباطا بالعين اكتر. فليكم كل التحيه والتقدير للباشمهندس عادل القيعي رمز النادي الاهلي الكبير. لما الاستاذ حسام الشرقاوي قال له عايزين تشرفنا في نادي العين قال له يا سلام، ده انتوا في العين اصلا. فكان حرصه على انه يكون موجود معانا النهارده رغم ضيق الوقت ورغم ظروف البطوله والماتشات والضغط اللي هي فيه، لكن الحقيقه كان حريص المهندس عادل انه يكون موجود معاكم النهارده في لقاء مفتوح. تصادف وانه جه مع وجود وفد من النادي الاهلي يعرض على حضراتكم فرصه الحصول على عضويه النادي الاهلي وانضمام لعائله الاهلي، فكان الخير خيرين يعني. سعداء جدا بيكم والباشمهندس عادل معاكم. عشان تبقوا عارفين يا جماعه، موضوع العين وابو ظبي هو ابعد نقطه تقريبا. يعني احنا كنا بنسافر ثلاث ساعات رايح وشويه وثلاث ساعات راجع وشويه. ايوه. في وسط اجراءات احترازيه بيشوفوا مننا اكتر من مره عند البوابات نتيجه المسح. الحصن. تطبيق الحصن اللي هو بيقول لك المسحه لازم تكون عاملها، ما تقدرش تتحرك. كنترول جامد جدا جدا الا وانت معاك هذه المسحه والناس بتفتش عليك. فكانت فرصه ان احنا نتحدث حديث من القلب ونقدم لهم الأهل الذي نعرفه من خلال هذا الحوارات. تحب تسمع الرجل اللي اتكلم ده؟ ما هو انت، انا عارف انت عامل لنا ايه. طب نشوف بقى مين اللي اتكلم. اكرر واثمن ما قاله زميلي وحبيبي الاستاذ ابراهيم المنيسي، ويكفي المشقه اللي حضراتكم تجبدتوها عشان تبعتوا لنا تستضيفونا من ابو ظبي لحد هنا. طبعا هترجعونا مش هتسيبونا. لكن الحقيقه السر هو مش سر، ان رغبتنا ربما تكون اكثر من رغبتكم لهذا اللقاء. لان الواحد يعني بيحب يشوف الاهلي في عيون الاخرين، واولهم طبعا الجاليات المصريه اللي بتتشوق انها تشوف ناديها وحبيبها. فاكتشف ان الاهلي عشاق ومحبين من اهل البلد نفسهم والعين العريقه صاحبه الحضارات. وفي كل اماره من الامارات الواحد راحها راى هذا الامر وحس بحجم النادي الاهلي وجمال النادي الاهلي، وكيف أن النادي الأهلي تحول من مجرد فكرة إلى وسيلة، وسيلة بتستقطب الناس عشان تقربهم من بعض وعشان يجدوا في النادي الأهلي نموذج يقدروا يقولوا لأولادهم إحنا أهلوية عشان واحد اتنين تلاتة. لأنك لما تبقى بهذه الصفات تبقى إنسان جميل وسوي. سوي ليه؟ ليس مقارنة بالآخرين قطعا، الأندية الأخرى عندها معاييرها وعندها قيمها التي تجعل منها قدوة سوية. لكن أنا أتحدث عن النادي الأهلي. النادي الأهلي نشأته هي كده.
نادي الاهلي نشاته هي كده. ده كان كلام مهم جدا للمهندس عدلي، ان انت استفدت في الحديث عن طبيعه النشاه والتاثير. يعني طبعا فهمناهم، انت طبعا مش هتقدر تجيب النادي دي امتدت اكثر من ساعتين يعني. أيوه. لكن كان مهم جدا يعرفوا كيف نشا النادي الاهلي. أيوه. معظمهم عارف، لكن اللي ما يعرفش كان فرصه يعرف، خصوصا كان في اطفال قاعدين. صحيح. كنت يعني حاسس ان انا بكلمهم اكتر ناس يعني. طيب، تحدث الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره عن الثوره الانشائيه اللي بيشهدها النادي الاهلي واللي خلت النادي الاهلي بيجتذب هذه العضويات الكبيره، نشوف. الحمد لله كمان يعني احنا في انديه مصريه يعني بيقولوا احنا ما وانديه يعني الانديه اللي هي كلاس 1 يعني في مصر، بيقولوا اللي بنشوفه في النادي الاهلي ما شفناهوش في اي نادي ثاني من ناحيه الثوره الانشائيه اللي حاصله في النادي الاهلي في كل فروع غير مسبوقه في تاريخ النادي الاهلي. يعني حتى من كل النواحي، يعني حتى وصلنا لحته يعني في حلم للنادي في مدينه نصر من يوم افتتاح النادي بالجراج، الجراج اتعمل واتفتح في مدينه نصر. كل الحاجات اللي هي متعلقه براحه الاعضاء وخدمتهم يعني لم يتم البخل باي جنيه على الانشاءات داخل النادي الاهلي والتجديد والتطوير. طبعا هو شرفنا في جزء من الندوة واستأذن عشان يكمل شغله جوه. وده اللي احنا بنقوله يعني، ان ازاي تقدم النادي الاهلي حتى بمبانيه بحوايطه بتاريخه باحلامه للناس، ونقول لهم لماذا النادي الاهلي، ليه تبقى حريص انك تبقى عضو في النادي الاهلي ومنتمي ومشجع للنادي الاهلي. كان في كلام مهم جدا من المهندس عدلي مع طفل مصري اهلاوي، هنشوفه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في خلال لقاء ملك وكتابه مع اسره نادي النادي المصري في العين، نادي جمهوريه مصر العربيه في مدينه العين الاماراتيه الحقيقه، كان المهندس عدلي مهتم بتوجيه حديثه لمجموعه من الاطفال اللي موجوده، واختص طفل معين يكلمه عن الاهلي وقيمه الاهلي واهميه الارتباط بالاهلي كسلوك مهم جدا، نشوف. عمر واضح انه اهلاوي يتحمل الكلام اللي بنقوله ده. عمر انت واخد بالك منه؟ واخد بالك ان احنا بنلعب الرياضه ليه؟ عشان نبقى احنا اقوياء. يعني المبدا الرياضي المهم يا ابني ان تنتصر، بس على مين؟ على نفسك قبل على المنافس. يعني اذا كان عندك نقط ضعف تثق في نفسك، طب لما تكسب تغيظ اللي قدامك ولا تطبطب عليه وتقول له معلش انت كنت كويس المره الجايه؟ تطبطب عليه وتقول له كده. طب لما تخسر ممكن تعيط، اعمل اللي انت عايزه، بس ما تنهزمش وتفقد الثقه في نفسك، تقول انا بقى المره الجايه. يعني احنا خسرنا من مونتيري 5-1 السنه اللي فاتت، من كام سنه، من 5-6 سنين أو 7 سنين. فلما قابلناه المره دي قلنا لا هنعوض ونقدر نكسب رغم ان ظروفنا ما كانتش كويسه. ده احنا بنشربه من النادي الاهلي، وانا مبسوط ان اخترت النادي الاهلي عشان تفهم الكلام ده وياثر فيك وفي اصحابك وكده الطريقه دي، ان احنا ناخد من الرياضه اللي احنا تقوينا مش تضعفنا. والقوه معناها ايه؟ عدم الغرور. ما هو لما انا بقعد اغيظ في زمايلي اللي بيخسروا، انا انسان متعالي ومغرور، وحاجه اخسر هيشمتوا فيا. طب انا لما اكون راجل فاهم الرياضه، لما اخسر هم كمان هيطبطبوا عليا، يبقى كلنا عايشين في جو في صحه في سلامه. ده المعنى اللي احنا عايزين ننقله. شفتوا وعي اكتر من كده؟ شفتوا حرص على تقديم الاهلي في الصوره الرياضيه النقيه المحترمه السليمه؟ شفتوا تمثيل لمصر أرفع وأقيم من كده؟ شفتوا حرص على تعليم الأولاد الصغيرين درس في قيمة الرياضة وفي مفهوم الرياضة وفي معنى الرياضة وفي روح الرياضة وطبيعة الرياضة؟ كان الحقيقة حديث من القلب. ولو تشوفوا فرحة والد هذا الطفل بعد الكلام ده وبعد الندوة هتعرفوا تأثير مثل هذا الكلام الحكيم على الأطفال. وده دور ملك وكتابة،
ودور قناة الأهلي ورسالة النادي الأهلي الحياة المجتمعية الكبيرة جدا، المزيد من التأثير في تنشئة طفل على نحو رياضي سليم. تحدث كمان أحد الحضور عن الجانب الاستثماري في النادي الأهلي، أو أحد الأعضاء سأل عن الجانب الاستثماري وإنشاء أكاديميات للأهلي، رد عليه خبير التسويق الرياضي المهندس عدلي نشوف. جزء الاستثمار يعني مثلا زي الامارات زي السعوديه نعمل اكاديميات للنادي، في على فكره في اكاديميات بس مش منتشره في كل حته، ولو انتوا عايزين نعمل اكاديميه هنا اشتغلوا تعالوا نتقابل ونحققها باذن الله ونتبادل. احنا انتوا هتلاقوا كيان الاكاديميه بتاعتكم ينتمي ليه، واحنا ممكن نطلع بمواهب ليه لا، وتتعمل على اساس اقتصادي من رعايات لشركات وبرضه هتمشي على النهج. انا اعتقد ان بدر رجب لما جه نجاحاته كلها مبنيه على ايه؟ ما تعلمه في النادي الاهلي فنقله بامانه، فالناس شافت ان ده عمل كويس. اشار المهندس عدلي الى فكره اكاديميات الاهلي. بالمناسبه طلب مسؤول النادي المصري في العين انه يستضيفوا اكاديميه للاهلي في مدينة العين الإماراتية، دبي فيها فرع للأكاديمية، لكن كمان الأستاذ حسام الشرقاوي عضو مجلس إدارة النادي قال إن هو مكلف من النادي بعرض تصور استضافة النادي المصري في العين لفرع لأكاديمية الأهلي، وقال إنه هنحاول نوصله الفترة الجاية بالكابتن عبد المنعم شطة المدير العام لأكاديميات الأهلي عشان ينشئ الأهلي فرعًا في العين. والحقيقة الاقتراح جاء من هذه الشخصية الإماراتية المحترم وقال أنا حدي إمكانيات وحدي ملاعب وحدي المستشار علي الأنصاري. المستشار علي الأنصاري الحقيقة يعني صاحب ابتسامة بشوشة وحاجة تحس من القلب يعني. أي. يعني بيحب مصر من قلبه، بيحب الأهلي من قلبه. أنا شعرت بحاجة غريبة قوي. أي. على مستوى الشارع أستاذ إبراهيم المصريين محبوبين جدا. 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 والعلاقات هناك ما فيهاش بقى هذا الاحتقان اللي احنا عايشينه بين الاهلي والزمالك ومش عارف ايه. استاذ عصام سالم اتعرفت عليه انا اقرب هناك، المتعجز الرسمي السابق والاعلام الكبير اللي كان له يعني تاريخ في الاعلام الاماراتي، في الامارات شفت مكانته عامله ازاي. من سنه 80 شفته هو هو عامل ازاي. ايوه ايه الشخصيه الجميله دي. يا جماعة والله نقدر نحب بعض وإحنا بنشجع حاجات مختلفة. والجمال في الرياضة والسعادة بيها هيكون هنستمتع بالرياضة، مش قاعدين شايلين هم هو أنا هحفل على مين ومين هيحفل عليا. تعالوا نحب الرياضة في بمفهومها الجميل السامي، ونطلع ولادنا على هذا الخلق. والله هتؤثر في جميع مناحي الحياة، والله هيطلع لك مواطن مخلص ونضيف وما يعرفش يحقد ولا غل، وواقعي ويعرف امتى هو كويس وامتى هو وحش، مش يرمي كل حاجه على الظروف والمؤامرات والدسائس والمكائد والكلام الخايب ده اللي عمالين. كنا يعني الحياه سيطر على الاجواء فتره، انا الاوان نحط ايدنا في ايد بعض من اجل هذه الرساله يا جماعه. الكلام ده كان له مردود طيب جدا على الاشقاء في الامارات، نشوف. ماشي على عرف الأصالة، الإنسان الأصيل، نحن مش هنكتب قوانين ولا نحط تعقيدات، ولكن بما يتناسب مع الأعراف العامة وبما يتناسب مع الأخلاق والآداب اللي يبرز نادي الأهلي بالصورة الحضارية ويعكسها على الجمهور هو اللي راح يكون، بغض النظر عن رئيس مجلس إدارة أو لاعب أو جمهور. الصورة الصحيحة لا تكون نادي الأهلي بمقامها الرفيع هي اللي تكون موجودة. كمان في قيمة، يعني أنا القدر كان أكثر من كريما بالنسبة لي في النادي الأهلي، فتبوأت جميع المناصب، جميع المناصب فيه، يعني سكرتير لعبة، مدير نشاط رياضي، مدير نادي، عضو مجلس إدارة، عضو مكتب تنفيذي، متحدث رسمي، المجلة، القناة، إدارة التسويق والاستثمار، فشفت النادي الأهلي في هذه الأماكن كلها، وأنا عضو مجلس إدارة. القرار يناقش بدقة ويؤخذ بالأغلبية أو الأجماع، ولكن دائما يكتب بدون إشارة إلى أغلبية أو إجماع. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، يصبح اللي عرض القرار مسؤول أنه يدافع عنه أول واحد.
ما تلاقيش واحد يقول انا ما كنتش موافق او كنت موافق منتظرا نتيجه القرار. ولذلك بعض النماذج الشارده كانت بتقول اكتبوا رايي انا مش موافق، كان المجلس يصوت لرفض تسجيل هذا الراي. دي بتعني العمل الجماعي والتمسك بقيمه العمل الجماعي. انا واصحابي مش لوحدي، اي حاجه عشان انجح انا واصحابي ومع بعض، ولما ننجح ما اقولش انا، نقول احنا. فتبص تلاقي الدنيا ماشيه بمنتهى القوه وايضا حاله صحيه، صحه نفسيه. لكن انا عايز اقول حاجه للدكتور علي انصار الحقيقه، يعني عشان الناس تشوف، وده اللي خلاني الله لما الاهلي صورته كده عند الناس، يجب ان يضع الاهلي نفسه في هذه الدائره. ايوه لازم الناس دي تيجي وتحتك ونلتحم معاها وننقل النادي الاهلي الى ان يصبح هذه الفكره اللي الناس شعر بيها، واحنا لا نرسخها بالشكل الواجب. احنا مش نادي يا جماعه، النادي الاهلي صاحب رساله. النادي الاهلي عرقته تبدا من 1907 منذ لحظه انشاءه وقبلها، جاء على هذا المنشا الوطني التربوي السليم الصحيح، وان المبدا يسبق النتائج، وان وان وان. واحنا لما بنرسخ فكره العمل الجماعي، شفت بيقول ايه على النادي الاهلي؟ انه معلم حضاري، هو اللي على العرقه والاصاله، هو اللي اوحى لي بهذا الكلام. آه. ولما لقيت مولر بيقول كده، لما لقيت انفنتينو ينظر الاهلي على هذا النحو، وغير 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 وغيره. لا، الاهلي تجاوز امر كونه ناديا يفوز ويخسر ولا شعبيه جارفه، الى انه اصبح المؤثر والمتاثر بمحيطه وبدولته وباخلاقيات لازم يغرسها في عليه مسؤوليه. ونحن سنسعى الى ترسيخ هذه المسؤوليه، احنا واللي جايين بعدينا. احنا لما بنقول يا جماعه، ما حدش بيقول انا، كل بيقول احنا، ما حدش يعرف مين صاحب القرار الناجح، وما حدش يطلع يتبرأ من القرار الغير موفق. وكان كابتن صالح يقول كده، تراجعنا عن القرار معناها فشلنا، يبقى ما يجيبش ان نستمر. فكان يقول لهم اتناقشوا بجديه. يعني انا بشير للكابتن صالح، انا كنت عضو مجلس اداره مرتين معاه، او مدير نادي، مره كمدير نادي، وكان مره كعضو مجلس اداره. شفت بيتعامل مع الامور كده، وجاء الكابتن حسن ليرسخ هذا، جاء الكابتن خطيب ليرسخ هذا. لذلك انا كنت بتخض لما الاقي حد ما بيفكرش بالطريقه دي، لان ده اللي نشأ عليه النادي الاهلي. وانا كنت حتى عضو في مجلس اداره، ما كنتش على قائمته الفريق مرتجي ومعاه الاستاذ كمال حافظ. العمل الجماعي ما كانش بيتكتب ابدا فلان قال وفلان عاد، كلنا اصحاب هذه المدرسه. فهكذا يستمر الاهلي، وهكذا يؤثر في محيطه وخارج محيطه، وهكذا ينظر اليه الناس، ان ده يا جماعه مش مجرد نادي كوره، لا ده بيؤثر حضاريا في حاجات كتير جدا. ما تيجي كلام من زي الدكتور علي الانصاري يقول هذا الكلام، ويقول لك عايزين اكاديميه تترجم هذا، ونتواصل معاه تترجم هذا الكلام. يعني ده فخر لينا والله، فخر ان الرساله وصلت. صحيح. احد الحضور ايضا سال عن سياسه تعامل النادي الاهلي مع النجوم بالذات اللي بيخرجوا منه، نشوفه. رمضان على فكره، رمضان صبحي موضوع مؤلم، لان ابنك اللي بتربيه عايز منه بقى مشروع، مشروعك للمستقبل. ساعه ورد عليا، يعني ده مفاجأة صادمة لينا. حتى ان هاجم قرار بعدها بسنة وسنتين، عارف ان شوف قوة الاهلي دايما وابدا انه يبقى اعز من اي حد. يوم مش بصر بس فوق الجميع، ايوه فوق الجميع، لكن الاهلي يبقى عنده ولاده وعنده جمهوره اعز من الجميع. بمعنى انه مفيش لاعب هيخرج عن المسار لو هو، وبتبقى برضه زي ما الاهلي ربنا بيكرمه لما بينحاز للمبدا، ربنا بيحط قدامه دايما المواقف والاختبارات في افضل اللعيبه، في افضل اللعيبه. مش انت دايما لما بتستهدف لاعب في مبدا بيكون من افضل اللعيبه، فما بتهتزش قدامه. عبد الله السعيد افضل لاعب وقتها، عصام الحضري احسن حارس في افريقيا، رمضان صبحي احسن لاعب واعد طالع
فكما لو كانت الأحداث بتحط قدام النادي الأهلي تاريخيا الاختبار الصعب، إنه بيختبرك في أعز وأفضل المواهب اللي عندك. إذا انحاز اللاعب أو انحرف عن المسار أنت انحازت للمبدأ. الجمهور الأهلي جمهور واعي جدا، جمهور بيمثل أتبع جزء من فخره مش البطولات، الحصانة الكبيرة لمبادئ النادي الأهلي. يعني هو ما فيش حد عازم النادي الاهلي عند اي حد، والاختبارات اللي بيقول عليها الاستاذ ابراهيم دي اختبارات حقيقيه، وقبلها يعني من ايام حسين حجازي مرورا بقى، مش عايزين نقعد نذكر نماذج، ان اهم اللعيبه حتى لو خرجت وتالقت ده وارد، لان دي ابناء الاهلي مهما هو في منتهى القوه يدعموا اي مكان، لكن هل الاهلي يتوقف عجلته عن الدوران في الاتجاه الصحيح؟ لا، هو الاختبارات حقيقي في اعز ابنائك، واختبار هو انت فعلا صادق ولا بس بق بتقول كلام وساعه الجد تعمل غيره. فدائما دائما يعني التجربه تنصف صدق انك مصدق هذا المبدا واللي اتبنى عليه النادي الاهلي. بس كمان في حد سالك سؤال عن عدم توفيق عين الاختيار لبعض اللاعبين الاجانب في الاهلي، نشوف رد المهندس عدلي. ناخدها واحده واحده. دايما بيبص اللعيبه الاجانب اللي بره مثلا لما يجوا الاهلي ليه بيطلع مستواه؟ طيب ما تيجي نتكلم وناخد امثله. يعني فيليكس ما كانش موفق؟ استحملني للاخر. جيلبرتو ما كانش موفق؟ فلافيو ما هو ما تقوليش بس استنى بس استنى بس فلافيو ما كانش موفق؟ موفق. علي معلول مش موفق؟ ديانج مش موفق؟ يا ما تستنى بقى، انت خايف الحقيقه تصدمك. يعني السؤال بتاعي كمان بيقول ان ليه مثلا ما هو دي مش حقيقه. الحقيقه ان حضراتكم ما بتشوفوا. انا واحد قال لي فلان فلان لعيب هايل، قلت له هنجيبه وهتشتمه. فلان فلان عارف ليه؟ المعيار اللي انتم مش واخدين بالكم منه، وانا بره النادي الاهلي اللعيب بره النادي الاهلي. ما انا عارف ان قلبك على الاهلي، انت عايز تسمع الاجابه ولا انا لا اناقش اخلاصك على فكره ولا اشكك في نواياك، لان انا هدي لك مفتاح تفكر بيه هيوصلك لنتيجه تانية. انت وانت بتتفرج على لعيب بيشوط كويس وبيجيب جول، انت وانت بتتفرج على لعيب بيرقص كويس بشكل خطوره، انت بتفكر في لعيب وهو بيلعبك جاب فيه الجول، انت بتشوف ايه؟ ميزه هذا اللاعب. يجي اللعيب عندك هتشوف ايه؟ وهو بيضيع؟ لا. وهو قعد ماتشين ثلاثه ما جابش جوان، وهو سهران في حته، هتبتدي تتابع سلبياته. فمفيش ما تصدقش ان اللعيب اللي بره النادي الاهلي احسن من اللي جوه النادي الاهلي. اقنعته؟ انت ايه رايك؟ قال ايه بعديها؟ قال لك عندك حق. يا جماعه هي المساله والله بسيطه، احنا لما بيبقى اللعيب بره النادي الاهلي بنشوف ميزاته ونتمناها في الاهلي، لما بيجي لنا بنبتدي نحاسبه على سلبياته وبنبالغ فيه. وده اللي انا بالصدفه، انا ما اعرفش انك هتجيب دي، ده اللي انا بالصدفه بقوله. بلاش الاشاده المفرطه، وبلاش التوقع الكبير، وبلاش المرجحه التقييم دي. لا، كل شيء في سياقه وفي حجمه. اللعيب في الاخر ما هو انت مش جايب ناس لا تخطئ، ومش جايب ناس لا تجيد. اللي يجي النادي الاهلي استاذ ابراهيم ده لعيب جيد صحيح، بس احنا شفناه في لحظات ما دانولوش الحق انه ياخد فرص التالق. يعني انت سوريا في التشبيه، يعني لو انت جايب شيف كويس قوي وجاي يطبخ لك طبخه، ممكن جدا مره لو حصلت المره دي ان في اول طبخه يبقى الملح زياده ولا الاكل ني او محروق، حكمت عليه انه طباخ سيء. لكن لو ادالك 10 مرات وجبات هايله وفي النص جت واحده، هتبتدي تستحمله لحد ما تيجي الثانيه. هنا رصيد. التقييم انت اخترت صح، انت ما اخترتش غلط، انت تابعته،
تابعته وتابعته مدة طويلة، ولكن جاء إليك بمسؤوليات جديدة ونظرة جديدة وجماهير جديدة وآلية متابعة جديدة وأهداف جديدة. ما بتتوقعش كل اللي تلاقيه اللي انت بتتمناه هتلاقيه مرة واحدة. طيب كمان بعض الناس سألوا المهندس عدلي عن رأيه في بعض المحللين اللي الجمهور واضح انه عنده تحفظات كتيرة على أدائه. نشوف. نجوم يعني كانوا بيلعبوا ثلاث صالحين، فبيكون التحليل كنوع من تصفيه حسابات شخصيه، او بيكون في بعض المواقف معروفين بيكون يعني بغض النظر عن الاسماء يعني بيتطرق لامور ما لهاش اي علاقه بالرياضه. للاسف الشديد اللي بتقوله ده كلام صح. احنا اللي بيزعلنا استاذ بعد اذنك اللي بيزعلنا انهم مننا للاهلي شوف بعضهم منك بس 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 شوف 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 وعي حضراتكم كشفهم. ده اللي انا خلاني بقول ان جمهور الاهلي هو الحارس الامين عليه انه قادر يفرز الكلام ده سببه ايه؟ يعني زعلنا احنا بنتعاير بيه اللي هو 17 سنه حتى 25 30 سنه بيشوف ان ده نجم كبير قاعد شافه بيلعب بيتضايق منه صدقني بيتضايق منه بس بيأثر وممكن بيكون ده دافع للثانيه ان هم ياخدوا كلامه هو ده بيستغل مش عايز اناقش طبعا ده بيستغل لكن انا بقول لك الرفض الجماهيري لهذا النوع من انواع من يدعي. شوفوا الناس دي اللي كانت بتسال عايشه في الامارات لكن متابعه للشان الرياضي والكره في مصر بدقه لدرجه ان هم قادرين يفرزوا وقادرين يعرفوا وقادرين يفصلوا مين بيعمل كده ليه. فدي رساله لكل الساده المحللين ومقدمي البرامج ونجوم الكرة السابقين إن الجمهور فعلا واعي جدا مدرك جدا ما بيضحكش عليه. لكن هل في معايير موضوعية للتقييم عامة ولا لا؟ ده كان سؤال مهم للمهندس عدلي. لا 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 ما تعولش والنبي على الحاجات دي لان احنا في انجراف يكون بزنس وفي معايير برضه يعني انا البزنس اللي فيه معايير انتقد بموضوعيه انتقد بعلم انتقد ده حلو حضرتك بتتكلم صح انت بتتكلم الصح صح اللي هو الصح بس لكن مش يعني القنوات قنوات تجاريه ممكن القائمين عليها اما هدفهم انه يعمل نسب مشاهده او مشاعرهم ضدك في الاصل في الحالتين انت مش هتملك حاجه واحنا اصحاب مصطلح تجار الكراهيه واعلام الكوين تحط له الكوين يشتغل طيب احنا قلنا هذا الكلام على الهوا وانت بتتصدى على قد ما تقدر لكن وانت بتتصدى للاسف بتضطر احيانا تنزل بالستاندر بتاعك انك تتكلم في الحاجات دي انت مش عايز اضيع انا وقتي ان انا اطعم في اللي قاله فلان وفلان انا عايز اقدم الكلام الايجابي اللي ممكن يعلم الناس هو عايز يعترف برضه ان انت ترد عليه طيب انت تنزل له رايك ايه هو لازم الحل ها لازم يبقى في ضبط معايير ضبط معايير من مين مش دي مش عند النادي الاهلي ماشي هو النادي الاهلي قادر يضبط نفسه ويضبط القنوات بتاعته ويضبط تمام. الناس اللي بتتكلم باسمه طيب هل انا مثلا ممكن الجا للدوله في ميثاق شرف في ميثاق شرف في مدونة سلوك الناس ما بتلتزمش وانت فاكر المحامي ما بيحلفش او المهندس بيحلف اليمين وفيهم فيهم اللي بيديك رخصه غلط وفيهم اللي بيدافع عن قضيه غلط وفي وحالف الحقيقه كان كلام مهم جدا في حته المعايير وحته ان الاعلام الرياضي المصري متشاف جدا والناس باصه والناس بتقيم والناس بتقدر والناس فاهمة إيه ورا كل الكلام اللي بيتقال ولعلها رسالة للداخل إنه يا جماعة المتلقي أكثر وعيا كنا زمان بندرس في الإعلام أنت وأنت بتصيغ خبر حط في اعتبارك إن المتلقي أو القارئ أقل ذكاء أو أقل تعليما فلازم تبسط له المعلومة لا متلقي الإعلام الفضائي حاليا أكثر وعيا وإدراكا وتقييما لكل اللي بيتقال وعنده قدرة على الفرز لعلها رسالة مهمة أنا بس عايز أقول حاجة لأن طبعا وأنا بجاوب الجزء الأخراني ما جاتش الإجابة بتاعته الناس عايزة معايير متصورين وكلنا عايزين معايير
لكن ليه متصورين الحل في المعايير؟ الحل فينا. ما هو المعايير مين اللي هيطبقها؟ احنا. وعشان كده انا كنت بديله مثل، بقول له المحامي يقسم والطبيب يقسم والمهندس يقسم والخطا يقع، واحيانا يقع الخطا من بعض الذين اقسموا. وكلنا بنقسم في لحظه ما، والاعلامي سوف يقسم او بيقسم، وحتى لو ما اقسمتش من هو مش القسم اللي بيصلح. بالظبط. اللي بيصلح الضمير. الضمير الشخصي المهني. الضمير بتاعك انت هو ده اللي بيصلح. هل احنا بنتهم في مطلق الكلام ده يا جماعه؟ الناس لما كانت بتقوله كانت بتركز على جزئيه معينه متضايقه هي منها، لكن بقيه الحديث كان فيه ايجابيات. فاحنا لما بنقول ان في اعلام متربص ده حقيقه، وفي اعلام موزون حقيقه اخرى، احنا بنقول لكم الاسئله اللي كانت بتطرح ايه اللي مضايق الناس. بس مش الحل في ايجاد القسم، مش الحل دائما في القوانين. الوازع، الوازع الشخصي هو الذي يحميك من كل الجوانب السلبيه. وهذا رايي من غير ما نزعل حد، من غير ما حد نخش في ديبيت، لان انا لا اطلق الاحكام. في نماذج هايله وفي نماذج متربصه، في نماذج بتحترم قسمها وفي نماذج لا تحترم هذا القسم، وفي نماذج بتراعي موجهه. موجهه. في نماذج في منتهى السمو. انا لا احكم على احد وانا ما سميتش حد، لكن انا بحكم على الذي يفعل هذا. الذي يفعل هذا لا، احيانا يعني طبيعه اكل العيش او طبيعه بتاع بتضطرك او بتخليك تعمل كده. مش كل الناس بتروح في الاتجاه ده. في ناس صاحبه رساله. حتى لو كان منافسك او خصمك، يا ما جبنا نماذج ايجابيه في اعلام المنافس بتذكر الحقائق وبتجادل اللي عايز يجرجرها. يعني لما بنقول ان صناع الفتنه دول موجودين ولا لا؟ طبعا. صناع الكراهيه دول موجودين ولا لا؟ صحيح. ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ المصلحه. بالظبط. مش كده؟ صحيح. فاحنا عندما نتحدث لا نعمم ولا نشير الى احد بالذات، احنا بنشير الى نوع السلوك ده يبقى بنحكم عليه كده. ومش احنا، ده الناس كانت هي اللي بتنتقد وبتتكلم واحنا نعاقب يعني. صحيح. كان لقاء مهم جدا بنشكر عليه مجلس اداره نادي جمهوريه مصر العربيه في مدينه العين الاماراتيه. الحقيقه النادي المصري عامل نشاط كبير جدا لابناء الجاليه المصريه، بنشكرهم على هذا اللقاء اللي كان قد ايه من القلب مع الاخوه الموجودين سواء من الاماراتيين او المصريين. ليهم كل الشكر، وللزميل ايضا محمد فوزي اللي مدنا بفيديوهات هذا اللقاء كل الشكر والتحيه. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه المظهر الرائع اللي كانت عليه بعثه النادي الاهلي وفريق الاهلي في البطوله كان ليها ردود فعل كبيره جدا من كل الساده الاعلاميين سواء المصريين او العرب. من ضمن يمكن كل الناس كانت بتجمع ان الفريق اللي واجه هذه الظروف الصعبه واللي كانت التحديات كبيره عليه واللي معظم لعيبته موجوده مع المنتخب وجت في توقيت متاخر وعدد الاصابات ايضا كان كبير، مسار البطوله ايضا كان شاق وصعب، لكن رغم هذا ظهر الاهلي كما يجب ان يكون وكما يحبه عشاقه. كان واحد من هؤلاء الاعلاميين الكبار صديقنا العزيز اسامه الشيخ في قناه ابو ظبي. نشوف. عندكش برنيطه هنا في الاستوديو؟ ليه؟ كنا عايزين نديها الراشد يرفعها النهارده للنادي الاهلي. يعني بصراحه اتعلمت الاهلي. لا مش مننا، من الاهلي. لا لا الاهلي بيدي دروس. النهارده كتب تاريخ جديد في البطوله. هو مش انجاز انه الاهلي يلعب الدور قبل النهائي لانه لعب قبل. لا انجاز يا يعقوب، انجاز بالظروف اللي هي كان فيها دي. ده انجاز. بالظروف. انا بعتبره انه يعني ممكن انتوا تقولوا ان انا ببالغ، انجاز اكتر من ان هو خد المركز الثالث من بالميراس بضربات الجزاء السنه اللي فاتت. تخيل بقى الماتش بتاع النهارده اصعب بكتير، وكل وموسيماني يستحق فعلا. انا موسيماني انا ممكن في اوقات كتيره جدا ممكن ابقى معاه، ممكن بس الاسلوب اللي لعب فيه اليوم 10 على 10 صح او لا. واهم حاجه يا يعقوب انه عرف يوظف اللعيبه صح. يعني هو اسامه الشيخ الحقيقه كان عامل حاله في البرنامج ده، وكان يعني بتخيله وكان الاهلي موجودا من خلال
أسامة الشيخ من خلال وعيه ودائما كان بيرد على الكلام اللي هو ما ينصفش النادي الأهلي. طيب هو قال لو في برنيطة أديها لراشد الزغابي عشان يرفعها تقديرا للأهلي. طب هو الراجل راشد الزغابي ده قال إيه بعد كده؟ نشوف رفعها. توظيف مدرب الأهلي للاعبين وللفريق بشكل كامل، منظومة بشكل كامل، كان شيء مثالي، شيء يدرس. ما سمح حتى لو لاحظت أن حارس الأهلي ما تصدى لأي هجمات يمكن في المباراة، لأن كان الأهلي واقف صح دفاعيا، منضبط دفاعيا. أنا ما أحب أتكلم بشكل فني، لكن هذا اللي لاحظته كمتفرج. لكن أنا أقول لك أن المنظومة كانت متكاملة في الأهلي، بدءا من اللاعبين، المدرب، الجمهور، الكل كان في حالة مثالية، حالة تجلي ما تتكرر كثير في المباريات. يعني الأهلي ممكن ينقص عنه لاعب أو لاعبين ويروح يخسر في الدوري المحلي، لكن أنك تلعب مباراة بحجم هاي المباراة أمام فريق هو بطل الكونكاكاف بهاي الظروف وهالغيابات الموجودة عندك وتظهر بهذه الحالة، هاي ما يمكن ما يسوونها إلا الفرق الكبار. والأهلي هو زعيم أفريقيا والفريق اللي أنت تراهن عليه. الأهلي بهذا الطريقة اللي سواها قدم خدمة جليلة للبطولة. هذا أعتقد أنه وجود جمهور الأهلي في حتى نهاية البطولة هذا أيضا مكسب للبطولة. يعني خلي بالكوا، يعني الحديث بدأ وكان هناك جدل يعني بين أسامة الشيخ و يعني راشد الزغابي وراشد زغابي، إن كان له رأي تاني. ولكن راشد الزغابي وهو يحلل قال لك في الآخر خالص اختصر الليلة دي أن الأهلي قدم خدمة جليلة للبطولة. ده المعنى اللي أنا أحب أتوقف عنده باستمرار، لأن لما الأستاذ أسامة قال له لو معايا قبعة عايز أديها لك عشان ترفعها للأهلي، كل الجدل ده الزغابي رفع القبعة للأهلي بعد ماتش الهلال فعلا. يعني ما أعرفش هي معانا ولا لا. ده مش الزغابي بس، ده سلطان اللحياني أيضا في إم بي سي أكشن رفع القبعة تقديرا. هنشوف سلطان اللحياني أو اللحياتي، لأنه في الحقيقة ردة فعل كل الإعلاميين العرب كانت هايلة جدا، وبتقدر اللي الأهلي بيعمله والجمهور الأهلي بيسجله في البطولة. نشوف. دكتور سلطان، ما هي أسباب فوز الأهلي بمن حضر؟ فوز للتاريخ أبو بدر، يثبت أن الأهلي هو الأهلي. مع الغيابات يظل الأهلي، مع الإصابات يظل الأهلي، مع عناد الاتحاد الأفريقي في توقيت البطولة يظل الأهلي. شوف الغيابات أبو بدر، أكثر من 13 لاعب غايب بين إصابات وبين مع المنتخب في بطولة أفريقيا، ومع هذا حضر الأهلي بتنظيم أكثر من رائع، بشخصية بطل، برغبة فوز، وهذا ما بدأ فيه الأهلي هذه المباراة على الرغم من كل هذه الغيابات. أكثر من سبب برأيي، أولها منظومة إدارية وفنية وعناصرية متكاملة. لما نتكلم عن القيمة الإدارية للكابتن محمود الخطيب والجهاز الإداري للكابتن سيد عبد الحفيظ في تهيئة هذا الفريق وبث روح الانتصار وبث روح المنافسة. النقطة الثانية خبرة وشخصية بطل وجودة البديل، وهذه القيمة اللي أظهرتها مباراة اليوم ووضحت لك على رغم الغيابات يظل الأهلي هو الأهلي. النقطة الثالثة ثبات الأداء والأسلوب الفني على الرغم من الغيابات، إلى أن البديل بنفس النهج بنفس التوظيف بنفس القيمة والأسلوب ظهر بتنظيم أكثر من رائع. النقطة الثالثة وهي الأهم، روح التحدي والرغبة في الفوز. الحياني يركز على حاجات مهمة جدا، تناغم وفكرة ان الكل بيسعى بنفس الاسلوب ونفس المبدأ، بداية من رئيس النادي بث روح البطولة والاهلي بمن حضر، وبمن حضر اتفسرت مش بمن حضر، هي مش بطاقة شخصية بتترس، من حضر يتسم بهذه المواصفات التي تعلمها في النادي الاهلي وصدقها ويمارسها ويتشربها من ناحية العملية، تدوب الفوارق نتيجة العمل الجماعي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، أن نجاح النادي الأهلي سواء يبدأ من مجلس الإدارة بالعمل الجماعي، في المدرجات بالعمل الجماعي، مفيش نشاز، الجمهور نغمة واحدة، التلاحم بين الجمهور والإدارة واللاعبين والجهاز الفني، هذا التلاحم عمل جماعي. إذن سر النجاح هو العمل الجماعي المرسخ. إنه الأهلي يا سادة، ده الزميل الإعلامي الكبير تامر أمين، نشوفه. إنه الأهلي يا سادة. في ناس كتير ما بتبقاش فاهمة الأهلوية متطمنين كده إزاي واثقين كده إزاي،
رد عليه وقول له بأمارة الأهلي، وإذا كنتوا مش فاكرين هاتوا الدفاتر، هاتوا المواقف والخبرات اللي كل مرة تؤكد لك وتثبت لك أن المستحيل ليس أهلويا. والناس اللي طول الوقت بتتريق على شعارات الأهلي، عندكم كلكم دي اسمها شعارات، عندنا احنا ده اسمه واقع. واقع ليه؟ لأنه بيحصل وعشناه وبنعيشه وإن شاء الله هنفضل نعيشه. الأهلي قائمة فيها 15 لاعب غياب، ومع ذلك وقدام مونتيري المكسيكي اللي عمر ما فرقة عربية كسبته، كامل العدد بلعبته الدوليين المكسيكيين والبرتغاليين والبيروفيين والمش عارف ايه، تشكيلة من منتخب العالم. ومونتيري معاه جهاز فني عالي بقيادة أجيري اللي كان مدير منتخب مصر، فعارف لعبت الأهلي وعارف الكرة المصرية كمان كويس. فكل المؤشرات بتقول ان انت رايح بفضيحة، رايح هتخسر بفضيحة، لكن الكلام ده ايه؟ لغة لا يعرفها الأهلي. تلخيص رائع من أستاذ تامر أمين، رائع، من أجمل ما أشار وقال بجمل بسيطة محددة لخص الموضوع كله، ولخص في جملة هائلة جدا أحلام الآخرين وشعارات الآخرين واقع النادي الأهلي. الأحداث الكبرى تثبت هذا، والاختبارات المتتالية تثبت هذا، ولذلك يطمئن. في النص ممكن تقول هنكسب وبتاع، ما تكسبش، لكن هتشوف حاجة، هتشوف سعي، هتشوف كفاح، هتشوف عدم يأس، هتشوف تقهر ظروف صعبة جدا، أمثلة كتيرة جدا مش عايزين نعددها النهاردة. احنا مش جايين نحتفل بفوز الأهلي بالبرونزية، احنا جايين نحتفل بأن في معنى أصبح واضح لدى الجميع، لدى الجميع الذين يرون الأهلي من الداخل والذين يرونه من الخارج. هو ده النادي الأهلي يا جماعة الذي تجاوز النتائج وتجاوز الأحداث. ده كان كلام مهم من الأستاذ تامر أمين. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل وماذا حدث في أم درمان. أهلا بحضراتكم من جديد. قلنا لكم من البداية طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد بدأ طريق الألف ميل الأفريقي مع الأهلي من أم درمان، حيث تعادل الأهلي مع الهلال السوداني الشقيق 0-0، وفي نفس الجولة اللي هي الجولة الثانية في المجموعة الأولى تعادل المريخ السوداني مع صن داونز بالقاهرة 0-0، ملعب المريخ اللي استضاف مباراته الأهلي النادي الأهلي في استاد الأهلي والسلام. أصبح ترتيب هذه المجموعة صن داونز عنده 4 نقاط، والأهلي والمريخ والهلال لكل نقطة، لكن الأهلي من مباراة هو والمريخ، والهلال نقطة من مباراتين. تعادل الأهلي مع الهلال نتيجة كانت معقولة؟ شوف، الأهلي ما بيرضوش غير المكسب. أيوه. لكن ما تم تصويره من مشاكل وافتعاله من مشاكل واقحام الأهلي كالعادة بفعل فاعل في مشاكل لا دور له إطلاقا فيها، يعني خلت في أجواء. أولا أنت راجع، وأنا بخاف، أنا قبل كده قلت لك 10 مرات أخاف من أول مباراة بعد بطولة كبرى بتلعبها، وانت بعد كام يوم بتلعب بطوله لسه مرتاح. في 2006 الاهلي راجع ثالث العالم بزهو كبير جدا، خسر من الاسماعيلي 3-0 في ملعبنا، لان اللعيبه غصب مهما قلت بتحتفل وراجعين، وناس بتحتفل بيهم وبتكلمهم، ذهنيا مش جاهزه، زائد ان الوقت كان ضيق، وبعدين السفر راجع من سفر وسافرت، صحيح، ومسافر وانت برضو الدنيا مش لطيفه يعني. ولكن الحمد لله ان السودانيين يعني او الهلال السوداني اللي بتربطه بالاهلي هم نفسهم صرحوا احنا عايزين نيجي نزور النادي الاهلي عشان نجدد الروابط العميقه اللي بتربطنا طول عمرهم بالنادي الاهلي. يعني عايزين ندرك ان ما حدش يخش في وسط الناس، لان مش دي رساله الرياضه الحقيقه. فممكن وارد يعني انا توقعت ان دي احسن اسوأ نتيجه او اسوأ احسن نتيجه. ده اذا كان رايك، فماذا عن رأي بيتسو موسيماني نفسه؟ نشوف. ليس من السهل تحقيق الفوز هنا،
وصحيح أننا محبطون لأننا لم نحقق النتيجة التي أردناها، ويمكنني القول بأنها ليست نتيجة سيئة. نحن لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وسيطرنا على مجريات الشوط، ومع مرور الوقت كان أداؤنا أفضل، وكنت أظن أننا سنعاني في الشوط الثاني بسبب الحرارة، ولكن لاعبي فريقي كانوا أقوياء ذهنياً وكنا الفريق الأفضل. للأسف الكرة الأخيرة لنا ارتطمت بالقائم وخرجت، وكانت هذه هي فرصتنا الأبرز. الهلال فريق صعب يتميز لاعبوه بطول القامة والقوة الجسمانية. نحن كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، ولكن لا بأس بالنتيجة، ولكننا لسنا سعداء بها. بالتأكيد حاولنا تحقيق الفوز ولكن هذا لم يتحقق، ولا بأس بالتعادل. نحن أدينا المباراة بحرص على أمل الخروج بنتيجة إيجابية مع مرور الوقت، ولكن هذا لم يحدث. أنا أرى أن كرة القدم لا بد أن تلعب بوجود الجماهير، وأي مباراة بدون جماهير فهي تعتبر في أرض محايدة. وإذا فتحت الأبواب لجماهير الأهلي في القاهرة فسيدخل 70,000 مشجع، ولكننا لعبنا الموسمين الأخيرين من دوري أبطال إفريقيا بدون جماهير، ولذلك لم يكن لدينا أي ميزة إضافية. ولكن بخلاف الجماهير لابد أن أطرح موضوع الفار. بالفعل نحن نحتاج للفار، وعلى الاتحاد الإفريقي أن يوفره لنا في دوري أبطال إفريقيا. نحتاج للفار، نحتاج لحضور الجماهير، ده كلام مهم من بيتسو موسيماني. طب منافسه هو قال دي نتيجة مقبولة ولكن لا تسعدني. صحيح، لا بأس بها، ولكن لا يعني مش اللي احنا جينا عشانها. هي مقبولة ولا تسعدنا بشرط فوز الأهلي في المباراة الثلاثة اللي على الملعب. جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني، نشوفه تقييمك لأداء فريق الهلال السوداني ومدى رضاك في الآخر على النتيجة اللي انتهت بها المباراة. لقد عرفنا بأن أن نلعب ضد الأهلي لا يمكن أن تكون مباراة سهلة. الأهلي فريق كبير وقوي ولديه خبرات كبيرة، لديهم القدرة على خوض هذه المباريات والمنافسة دائما في البطولة. نحن نعرف بأن المباراة صعبة، ولكننا استعدينا للمباراة بشكل جيد. كنا نحاول أن نحتفظ بالكرة، فقد الكرة يعني بأننا نحتاج أن نغطي الفريق ضد أي هجوم ونستعيد الكرة. لابد من أن نستحوذ على الكرة أكبر قدر ممكن، ولكن الأهلي فريق كبير يعرف كيف يحتفظ بالكرة، لديه الخبرة، لديه لاعبين لديهم خبرة كبيرة أدوا بشكل جيد جدا. بالنسبة لي كنت سعيد جدا أن أشارك في هذه المباراة ضد الأهلي. يعني الناس اللي ما أرضهاش المستوى الفني قوي، لكن هي مباراة كانت من الجانب التكتيكي من المدربين الاثنين على أعلى مستوى. أنا بقول عمر الهلال ما كان فريق سهل، حتى ماتشه هنا مش هيكون سهل. صحيح، عنده يعني ميزات في لعيبته مهمة جدا. اتفضل. طيب لما يلتقي الأهلي مع الهلال كيف يرى مدرب المريخ لكلارك هذه المواجهة؟ نشوف. سؤال قبل ما اسأله توعدني ان انت تجاوب اجابة غير دبلوماسية. اعدك اعدك من وجهة نظرك الفنية، مين من الفرق الاربعة تقدر تقول ان هو هيتأهل، والمنافسة هتبقى ما بين مين ومين على المركز الثاني في التأهل؟ ليست هناك سباق للثاني، السباق والمنافسة على المركز الأول. بالنسبة لي سنسعى لنكون أحد الفريقين الأول أو الثاني، وبالتالي أسعى ربما أكون الأول، ولكن عقلي دائما يقول لي بأن الأهلي سيكون في المقدمة وفاز في الموسم الماضي وسيسعى لتكرار الفوز مرة أخرى، وأتمنى أن نكون نحن والنادي الأهلي معا، وبالتالي بالتأكيد وبالتالي ربما لماذا المركز الأول أيضا يكون. كلام بيتكلم على الأوراق. الأوراق تقول أن الأهلي من الطبيعي أنت جاي ثالث العالم ومتأهل مرتين وراء بعض، إذن أنت صاحب الحظوظ الأكبر، ولكن الملعب له رأي آخر. طيب الحقيقة من اللقطات المضيئة الرائعة في سفرية الأهلي للسودان للقاء الهلال تدخل الدكتور أحمد أبو عبلة لإنقاذ حياة لاعب الهلال
ياسر المتزمل اللي بلع لسانه وطبيب الهلال شكر طبيب الاهلي وهي دي الروح بين الاشقاء او بين الاخوات. نشوف شايف ازاي من وجهه نظر حضرتك لقطه المباراه الافضل من الروح الرياضيه، الافضل بكثير جدا جدا من اي شيء اخر له علاقه بالروح الرياضيه والحفاظ عليها في اصابه ياسر متزمل. والله اللي حصل اليوم يعني في المباراه من طرف الجهاز الطبي للنادي الاهلي يعتبر يعني دليل على الروح الرياضيه بين الناديين وبين الشعوب بصفه عامه يعني. صحيح. يعني التدخل السريع للدكتور يعني هذا دليل على الروح والخبره للجهاز الطبي للنادي الاهلي. وهو مشكورين على التدخل السريع اللي قاموا به. والمره الثانيه يعني نشكر يعني الدكتور نشكره كثير، نشكر الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان شاء الله. طيب انا دكتور احمد دليل على الروح الرياضيه. اللقطة دي يا جماعة أهم جون جه في البطولة. اللقطة دي يا جماعة أهم من أي دور تلعبه أي دبلوماسية، هي لقطة أذابت كل الفجوات وقربت كل المسافات ولغت كل الاحتقانات. أعتقد أن هذه اللقطة التي جاءت عفوية بتعكس مشاعرنا الصادقة ونحن نمارس الرياضة بمعنى محترم مع الأشقاء، ورسالة وصلت وأعتقد أن حتى مدرب الهلال حاول يردها. طبيب الدكتور أحمد أبو عبلة شكر طبيب الهلال في مساعدته في علاج محمد عبد المنعم. يعني هو حب يردها له في الملعب. فالرسالة العابرة للمسافات والمعاني وصلت في أرض الملعب وحققت هدف كبير جدا 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 ما كانش أي كلام يقدر يوصل. ده كان مسك الختام هذه اللقطة الرائعة في كل معانيها. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.